صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية. روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. وبنكمل مع بعض السلسلة الهامة اللي أول مرة نعملها في حلقات روشتة اللي بقالنا 4 سنين بنتكلم فيها، بس طبعا عشان موضوع إلى حد ما جديد وهو الصيدلة الإكلينيكية. وطبعا برضو ضيفنا متميز ومختلف وصيدلي وزميل من الأردن، دكتور أمجد الهروت. هو طبعا صيدلي وباحث في مجال الأدوية والعقاقير. صباح الفل يا دكتور. صباح الورد. الله يخليك. احنا طبعا سعداء دايما بوجود زملائنا وأصدقائنا وإخواتنا طبعا من الدول العربية والأردن بالذات، قريبة جدا في كل حاجة طبعا يعني، ودكتور أمجد بالذات أكيد من أفضل الناس يعني. تسلم. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. احنا طبعا بنتكلم على حاجة غريبة شوية الناس مش بتسمع فيها كتير، وهي الصيدلة الإكلينيكية. مش فاهمين هي ايه وايه الفرق بينها وبين الصيدلة العادية يعني. تمام. أول شيء الله يسعد صباحكم جميعا. احنا بنكمل سلسلة الحلقات عن الصيدلة والدور المجتمعي، وعلى فكرة هو مجالات الصيدلة مجالات واسعة جدا وبحر طبعا. كثير كبير يعني. هو يبدأ من الصيدلية المجتمعية وينتهي في المصانع ومعامل وأبحاث، فهو دور أساسي جدا. لكن خلينا نحكي انه هذا الدور فقط 10% أو 5% فقط منه بارز للمجتمع. تمام، صح جدا. الصيدلة الإكلينيكية بالتحديد تختلف عن الصيدلة العادية؟ يعني هو أكيد في فرق واحد، هو الفرق اللي بين للناس ضرورة التعاون بين الطبيب والصيدلي. يعني بمعنى آخر أنه الصيدلي لا يحل محل الطبيب، والطبيب لا يحل محل الصيدلي أصلا. جميل أيضا. جميل جميل. طيب إحنا بالأساس خلينا نحكي على حاجة مهمة، اللي هي شو هو الدور المجتمعي أصلا للصيدلي. الدور المجتمعي للصيدلي اللي هي طبعا ضمن إطار أو منظومة النظام الصحي بشكل عام، اللي هي حماية صحة المواطن، وأتوقع أنه هذا الأساس في صحة كل بلد. صح. طبعا الصيدلي، أو خلينا نحكي الصيدلي بالصيدليات المجتمع، هو الشخص الأول المباشر اللي بيحتك مع الأشخاص أو المواطنين ويقدم لهم المعلومات الكاملة، يعني بناء على العلم اللي أخذه من الجامعة تبعته أو ممارسته. لو أقرب على فكرة لأغلب الناس يعني، أغلب الناس بيسأل حاجة بيتصل بالصيدلي يسأله. بالضبط. الفرق الأساسي خلينا نحكي من ناحية الدراسة بين الصيدلي العادي والصيدلي الإكلينيكية، أو هي يعني تسمى بالصيدلة السريرية، لأنه هذا الشخص هو مسؤول عن الأشخاص المريضين اللي موجودين داخل المستشفى. تمام. يعني ده مش دكتور أو مش صيدلي في الصيدلية، ده بيبقى جوه مستشفى. لا، ده بيبقى جوه مستشفى، وبالعادة بيكون تابع لطبيب أو طبيبين أو ثلاثة. يعني مثلا أقول لك، إحنا عندنا في الأردن الصيدلي الإكلينيكي أو السريري هو ليه غرفة أو مكتب بضمن غرفة الطبيب اللي بيشتغل معاه، مش تابع للمستشفى. يعني مش الصيدلية تحت، ده من ضمن الطريق العلاجي يعني. هو بالضبط. دوره إيه بقى؟ دوره إنه الدكتور مثلا بيتكلم، بيشخص، بيعمل تحاليل، فحوصات، كل حاجة. الآن الملف، الفايل ده بتاع المريض بينقل عند الصيدلي السريري، بيدرسه، بيقرأه، بيطلع عليه. بناء على تشخيص الطبيب هو يوصي للطبيب باستخدام الدواء الفلاني. يعني عشان التعارض والمتداخل ما بين الأدوية. هو الصيدلي هو الشخص المختص في مراجعة الطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية، تعريف بالآثار الجانبية، التأكد من الاستخدام الآمن والفعال، مدرك الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية، إدراك موضوع حركية الدواء مع الأكل، مع الغذاء. هايل هايل جدا. ده هي الروشتة أو الكبيرة الطويلة دي اللي بتبقى موجودة جوه علبة الدواء، اللي أغلبنا ممكن ما نقرهاش. ده بيبقى عنده العلم كله بيها وتدخلها مع الحاجات التانية. صح؟ أكيد. وبص حضرتك دكتور، دي بتاخد حوالي يعني عقبال ما تطلع الروشتة دي، الصيدلي اللي بيعملها في المصنع بتاخد وقت من 3 أشهر لسنة مرات، وإنت تجمع معلومات وتفاعلات دوائية وخلاصة المعامل والكلام ده. ربنا يكرمكم. وطبعا إحنا حلقتنا سريعة،
فلازم هنكمل الموضوع ده، لان شيق جدا ومهم الناس تعرفه، لان زي ما حضرتك بتقول 10% بس اللي واصل للناس. فبنشكر صحيح حضرتك يا دكتور حبيبي، امجد، وحنكمل مع بعض ان شاء الله. شكرا 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 يا لحضرتك، فندم، ربنا يخليك. شكرا. يا ريت نكون اضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجه والعافيه والصحه. ولو عندكم اي اسئله او اقتراحات او معلومات، ابعتوها على صفحه روشيتا على الفيسبوك، او تتصلوا برقم 011-0-820-24. روشيتا مجانيه لعيشه هنيه. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت وسعديه حسين.